الجماهير الوطنية لمصر الحبيبة. كورن روكو، هدف أول يأتي، هدف أول من خلال ركنية على القائم القريب ملعوبة من المنتخب السيراليوني. تخترق الحصون الدفاعية لدى المنتخب الوطني المصري وتعانق شباك الحارس محمد أبو جبل في هدف هو الأول في أول ربع ساعة من أحداث الشوط الأول. منتخب سيراليون يتقدم بهدف واحد مقابل لا شيء، والملعب هنا ينفجر بالبركان، بركان الفرحة والسعادة كما نتابع أمامنا على الصورة التي تأتينا من المصدر. هناك من فري تاون الركنية كما هي أمامنا في الإعادة ملعوبة على القائم القريب، خطأ من الدفاع وتمركز غير جيد من قلبي الدفاع. وعلى القائم القريب كان يتواجد إسلام رمضان ومن قبله اللاعب أحمد صبحي، ولكن الخداع يأتي، هدف عن طريق النيراني صديقه